كمان بينضم لينا دلوقتي عبر الهاتف الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم. يا مساء الفل عليك. الورد عليكم. يعني لسه كنا بنتكلم من شوية على الفنانة ديانا حداد، وهيكون ليها حفلة مع طبعا ولقاء في نفس الوقت مع الزميل الإعلامي شريف مدكور. كنا لسه بنتكلم مع مديان عن خامة صوت ديانا حداد وقد إيه هي مميزة، لكن كمان خليني أشيد جدا بالكلمات الأغاني اللي هي دايما بتغنيها ليها، عايشة معانا لغاية النهاردة مع يعني. وإنت كتبت لها كمان أغنية اللي في بالي تقريبا، فاحكي لنا أكتر عن ديانا حداد وكواليس العمل معاها عاملة إزاي؟ بصي، انا كان ليا حظ، هي ما كانتش بتغني مصري، وكان ليا حظ ان انا اكون اول حد كتب لها مصري. يعني اغنيه اللي في بالي ولا على باله دي كانت اول غنوه بتغنيها مصري، وده كان بالنسبه لي انا وصلاح الشرنوبي كانت مبنى كبير قوي، انه حد مميز جدا في الغنى الخليجي واللبناني، صوت يعني كان بيتقال عنه جبلي، بعد كده اكتشفنا انه صوت حنين جدا ورقيق جدا. عشان تاخدي حد هو اوريدي ناجح في لونه وما كناش مصري قبل كده، فكان عندي احساس بانه دي مجازفه كبيره جدا ومغامره. يعني قعدت وقت عشان اعرف الاقي يعني الإفيه وخفة الدم، لما يعني ربنا هداني لدخول اللي في بالي ولا على باله. لو قلت لك ده كان المين الملهم في هذا المذهب هتستغربوا جدا جدا. مين؟ عبلة كامل في مسلسل لن أعيش الباب آتي. فعلا في البداية كان 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 نور الشريف مغلبها، مش حاسس بيها بالمرة في الأول خالص. وهي متغاظه جدا فبتقول اللي في بالي ولا على باله. خبط الافيه في دماغي، وقعدنا اشتغلنا القنوه. وصلاح الحقيقه صلاح الشرنوبي عمل لحن هايل جدا جدا، وكان جديد جدا في وقتها، وربنا وفقنا توفيق كبير جدا. بس انا عايز اقول لك على حاجه، وانا طبعا باكد على اللي قاله مديان ان هي حد طيوب جدا من اطيب الناس اللي ممكن تقابليها في حياتك. انما عايز اخد من ده كمان، انا راجل قبل ما اكون شاعر انا صحفي، وصحفي فني، فيهمني جدا ان انا اتكلم عن مهرجان العلبين واللي بيحصل في مهرجان العلبين في نسخته الثانيه. يمكن برضو مديان بشكل عابر كده اتكلم على حته انه حصل تعافي للذوق، لانه دايما الحفلات اللايف، الحفلات الحيه، بتعمل توازن وبتعمل طرح لألوان كتيرة جدا جدا، يعني ما بنبقاش مطاردين بلون واحد بس زي المهرجانات أو غيره أو غيره. يعني دايما الجمهور لما ما يلاقيش قدام منه غير لون واحد بس، مع الزن بيلاقي ده بيأثر على ذائقته. صح. إنما لما تتعمل بقى مجموعة حفلات وكلها يعني أحلى من بعض، وكل الألوان موجودة بداية من كاظم الساهر قصيده. انا كنت عايزه اقول حاجه على كاظم الساهر بالتحديد. انا فوجئت بكميه الناس اللي انا اعرفهم في حياتي، ما كنتش متخيله ان هم ممكن يكونوا بيسمعوا النوع ده من الموسيقى عامه. عايزه اقول لك هم طلعوا من عشاق كاظم الساهر وتحمسوا جدا للحفله وعملوا المستحيل عشان يروحوا يحضروها، عشان هم بالنسبه لهم ده الذوق اللي هم بيحبوه. ولكن هو زي ما حضرتك بتقول انه للاسف ما بقاش بنشوف ده كتير. فالحلو في المهرجان فعلا انه رجع لنا الذوق ده تاني، رجع لنا الفرايتي، خليني اقول التنوع ده في الاذواق، واللي بيحب ده هيلاقيه. بالظبط. واثبت يا بسنت، اثبت انه مفيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده. يعني انا لما الاقي حد زي كاظم او ماجده الرومي، وانا مش عايز يعني اخرج برضو عن المثل اللي انت ضربتيه، انك انت فوجئتي بانه الجمهور، وجمهور صغير، متفاعل جدا مع كاظم، لانه يا جماعه مفيش حاجه اسمها الجمهور عايز كده. ده كانوا اطفال يا استاذ فوزي، كانوا اطفال صغيرين بيغنوا معاه بلغه عربيه فصحى يعني، وحافظين اغانيه كلها. انا من خبرتي يا بسنت كشاعر وكصحفي،
من خبرتي في هذا المجال، الصدق هو السلعة الرائجة دايما مهما حصل أي تزييف، ومقولة إنه الناس الذوق انحدر أو الناس هي اللي عايزة كده، لا، الناس اديها اطرح لها كل الأذواق، هتفاجأ بأنه الجيد له جمهور أعرض من الفن الرديء. أنا فوجئت بناس فانز من متابعيني بعتلي دي جي مشغل مالهمش في الطيب. أنا عامل مالهمش في الطيب لإيهاب توفيق، مالهمش في الطيب على الشواطئ في العالمية. يعني ده معناه إيه؟ معناه إنه الشغل الجيد رغم إنها غنوة مليانة شجن، إنما إن أنا ألاقي دي جي وعامل يعني سوكسي عالي جدا جدا وواخد ترند. ليه؟ لأنه الغنوة الصادقة بتفضل عايشة وبتنقش جوه الرصيد، يعني بتنقش رصيد جوه الوجدان يفضل حافظ لها كيانها مع على مر الاجيال. وزي ما شفنا في الحفل بتاع مثلا نجوم التسعينات، نجوم التسعينات اللي هو كاس 90، شفت الحفله عملت ايه؟ ايوه طبعا طبعا، ده من قبل على فكره الحفله نفسها، والناس كانت على السوشيال ميديا بتكتب كميه حاجات ان هم مستنيين الحفله دي جدا، وقد ايه هم التسعينات عامه او المزيكا في التسعينات غيرت المزيكا بشكل عام في مصر، من اول الفيديو كليبس اللي كانت بتطرح فيها لغايه نوع المزيكا لغايه خليني اقول حتى الحب اللي كان ما بين المغنيين دول وبعضهم. كان حميد الشاعري اغنيه بيلحنها لغيره ويكتبها وهو ساعات يغني اغانيه، وكانوا بيحبوا بعض كلهم. فالتوليفة الحلوة دي طلعت جيل مختلف خليني أقول، وقدم نوع من المزيكا ونوع من الفن والكلمات تايمليس زي ما حضرتك كنت لسه بتقول عايش لغاية النهاردة. عايز أقول لك على حاجة بقى هنا برضه يا رسالة، يعني وأنت بتتكلمي عن الروح بتاعت المجموعة دي، عايز أقول لك إنه من أحد أسرار مهرجان العالمين هو عبقرية المكان وعبقرية الروح المصرية. الروح المصرية سواء في نجومه أو في جمهوره بتدي يعني البهجة المصرية، صناعة البهجة المصرية طعمها تجديه مختلف عن أي مكان في العالم عشان الروح المصرية. أنت كمذيعة مصرية ما ينفعش تحطي في مقارنة مع أي حد أيا كان شكل اللبس اللي بتلبس أو الميك اب اللي بتحط أو روحك لوحدها، روحك كمصرية بتديكي 50% من الحضور تخليكي توصلي للناس. فاحنا عبقرية الروح المصرية إلى جانب عبقرية المكان ذاته وسحر المكان في العالمين والجمال اللي احنا شايفينه ده، ضيفيله بقى عبقرية الفكرة وعبقرية تنفيذها سواء من ناحية التنظيم أو التخطيط أو الفرايتي في المحتوى أو الفعاليات اللي على مدار أكتر من 45 يوم، ده كله على بعضه يديكي حدث تقدري وانت مستريحة جدا تقولي أكبر حدث فعلا في الشرق الأوسط، أكبر حدث ترفيهي، أكبر حدث ترويجي سواء للسياحة أو الاستثمار، تقدري تقولي أكبر حدث يعيد الدور الريادي زي ما قال مدين من شويه، يعيد الدور الريادي لمصر للفن المصري. مصر النعمه حقيقي. انا معجبه قوي ان حضرتك يمكن جمعت لنا يعني اللي بيحصل في المهرجان في يمكن جمله بسيطه جدا جدا، وهو الارتقاء بالذوق العام، ويمكن ده هو دور المهرجان. في تنوع كبير قوي في الاذواق، يعني اي حد عايز الاندر جراوند دانس موجوده، الاغاني نجوم الطرب موجودين، شفنا ليله عمار الشريعي، وشفنا ليله بليغ حمدي، شفنا الطرب الاصيل، شفنا فنانين من جميع انحاء الوطن العربي. ولكن في نفس الوقت في الاندر جراوند، في التراب، في الراب، في الاختلاف في الاذواق، لكن بشرط انه يكون يتناسب مع الذوق العام المصري والاسره المصريه وقيمها. الشاعر الغنائي فوزي ابراهيم، كل الشكر ليك يا فندم، بنشكرك.